حبقوق. حبقوق واحد، الوحي الذي رآه حبقوق النبي. حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع، وأصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص؟ لما تريني إثما وتبصر جورا، وقدام اغتصاب وظلم ويحدث خصام، وترفع المخاصمة نفسها، لذلك جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بتة، لأن الشرير يحيط بالصديق فلذلك يخرج الحكم معوجا. حبقوق واحد من 12 نبي بيسموهم الأنبياء الصغار في العهد القديم، والاثناشر أنبياء صغار بيتقسموا 4 أقسام، كل قسم 3. فحبقوق واحد من 3 أنبياء تنبؤوا وكان موضوع نبوتهم المملكة الجنوبية اللي هي يهوذا. التلاتة دول هم يوئيل وحبقوق وصفانيا. يوئيل سنة 640 قبل الميلاد، حبقوق 620 قبل الميلاد، صفانيا 609 قبل الميلاد. موضوعهم المملكة الجنوبية، مملكة يهوذا. حبقوق بيتكون من 3 أصحاحات. الأصحاح الأولاني حبقوق منطرح، الأصحاح الثاني حبقوق واقف، الأصحاح الثالث حبقوق يطفر ويسبح. برضو قالوا حبقوق أصحاح واحد ده حيرة الإيمان، حبقوق 2 درس الإيمان، حبقوق 3 فرح ونصرة الإيمان. حبقوق واحد في حبقوق عبارة عن محاجة، يعني السفر كله عبارة عن محاجة، وده بيسموه طابع السفر، محاجة بين حبقوق وبين الرب. حبقوق يسأل والرب يجاب. في فرق بين حبقوق ويونان النبي، وفي تشابه. يونان تنبأ بالقضاء، موضوع نبوته قضاء، وحبقوق موضوع نبوته قضاء. يونان قضاء على نينوى عاصمة الشوف، حبقوق القضاء على بابل ومملكة البابلية الكلدانية. يونان اختبر اختبار، اجتاز في اختبار، وده موضوع السفر والنبوة. وحبقوق هنا اختبر اختبار واجتاز في اختبار، برضو موضوع النبوة. النبوة نفسها. أما الاختلافات فهي كتير، يونان وحبقوق. يونان الرب كلم، حبقوق هو اللي كلم الرب. يونان لما الرب كلمه هرب، حبقوق لا، راح للرب عشان يكلم. يونان نزل جوف الحوت، ومن جوف الحوت إلى من جوف السفينة إلى جوف الحوت متأسف. أما حقوق لا، وقف أم مرصد أمام الرب. يونان اجتاز ضيقة بسبب عناده، عشان كده نزل جوف السفينة وجوف الحوت.
أما حبقوق لا، ده بسبب الشعب ومصايب الشعب هو وقف أمام الله. كمان يونان اغتاظ لأن الرب رحم يونان نينوى. لكن هنا في أصحاح 3 لما حبقوق شاف القضاء جاي على بابل فطلب الرحمة في القضاء من الرب على الكلداني. واحد اتغاظ لأن ربنا رحيم، وواحد طلب الرحمة من الرب لأنه شاف القضاء. حبقوق ينهي السفر بتاعه عن خلاص الله، الرب الخلاص، يعني اتكلم عن خلاص الرب أو الرب اللي هيخلص، يعني عن خلاص الرب موضوع يونان. أما حبقوق موضوعه سلطان الله، سلطان الله. أصحاح 1 بيتقسم 3 أجزاء من عدد 1 لعدد 4. حبقوق يسكب شكواه وأسئلته أمام الرب. أصحاح 1 من عدد 5 لعدد 11 ده جواب الرب على تساؤل النبي حبقوق. من عدد 12 لغاية آخر أصحاح 17 عودة أخرى، حبقوق يتساءل ويحتار مرة أخرى أمام الرب. يبقى أصحاح 1 في حيرتين للنبي، وفي جواب وجواب للرب. حبقوق بيسأل، وأول أجزاء اللي احنا قرناها في عدد 2 و3 في سؤالين، فبيقول حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع. عدد 3 لما تريني إثما، كلمة لما يعني لماذا. يبقى إذن السؤالين هنا عبارة عن حتى متى وكمان ولماذا. وهنا بيكلم الرب، يعني هنا ده يفتح قدامنا باب ان الواحد لما يكون عنده أسئلة يروح للرب أفضل من انه يكتمها جواه. ليه؟ لأنه الرب عارف اللي جوانا. دي نمرة 1. نمرة 2 عشان الرب يجاوب على الأسئلة. لكن يبقى جواي أسئلة واكتمها، لا ده مش حلو، الرب ما يحبوش. دي نمرة 1. نمرة 2 الرب هنا يحب يسمع استفساراتنا وأسئلتنا، ويحب يدخل معنا في نقاش. من حلاوة الرب ونعمته، هلما نتحاجج يقول الرب. ده إشعياء، في إشعياء، يعني الرب هو اللي طالب المحاججة. فاحنا أحيانا لا، يبقى عندينا استفسارات وأسئلة، وليه يا رب، ودي طالت ليه، وعشان إيه الموضوع ده، ويبقى جوانا ونكتمه وما نقولهوش. طب ما الأحسن نروح نتقدم إلى عرش النعمة، وبناء عليه لما نسكب شكوانا أو أسئلتنا أو حيرتنا الرب ممكن يعمل إيه؟ يجاوبنا. حتى متى ولماذا؟ في الكلام ده نلاقيه في المزامير، فاكرين مزمور 13. في مزمور 13 نلاقي 3 مرات صاحب المزمور يتساءل برضه. في مزمور 13 ممكن نفتح 13 تلاقي كم مرة قالت إلى متى. أول واحدة إلى متى يا رب تنساني كل النسيان. مرة تانية إلى متى تحجب وجهك عني. 3 عدد 2 إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم. 4 مرة إلى متى يرتفع عدوي علي. يبقى إذن هنا صاحب ده هو طبعا داود، 4 مرات يقول للرب إلى متى. يبقى إذن الرب يحب يسمع أسئلتنا. في مزمور 43 نلاقي السؤال الثاني اللي هو مش إلى متى لكن لماذا. ف43 بيقول اقض لي يا الله، لغاية لما نوصل بيقول عدد
2. لماذا أتمشى حزينا من مضايقة العدو؟ وقبليها في عدد 1 لماذا رفضتني؟ يبقى لماذا رفضتني دي أول مرة، لماذا أتمشى حزينا دي تاني مرة، تالت مرة عدد 5 لماذا أنت منحنية يا نفسي، رابع مرة ولماذا تئنين في. ترجى الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. خلاصته يبقى الملحوظة الأولانية من الأجزاء الأولانية أن الرب فتح لنا باب نروح بأسئلتنا وبحيرتنا ونحط الأسئلة قدام الرب والحيرة قدام الرب، ولا بد أن الله يجاوب. وإذا في سؤال قلناه وما تجاوبش، نعرف أنه ما تجاوبش مش لأنه ما فيش إجابة، لا في إجابة بس الإجابة عنده هو، بس مش هينفع يقول لي دلوقتي لأن حكمته عالية أنا مش هفهمها. لست تفهم الآن ما أنا صانع، لأنك ولكنك ستفهم فيما بعد. مش كل حاجة الرب يجاوبنا، هو الوضع الطبيعي هيجاوب، لكن لو في حاجة في حكمته أعلى منينا ومن حكمتنا ومش هنفهم، يكفي إنه الرب حتى لو مش هيجاوب لكن الجواب هيبقى عن عبارة عن سلام وهدوء يدهوني الرب. طيب كمان مهم قوي، وأنا بطرح الأسئلة على الرب مهم قوي، أو الشكوى أمام الله مهم، إن عشان الرب ما يزعلش لازم أخد بالي. نمرة 1 لا أشتكي شعب الله. مين اشتكى شعب الله في العهد القديم؟ إلي. إلي راح جبل حريب وقال له نقضوا عهدك، تركوا مذابحك، قتلوا أنبياءك بالسيف وبقيت أنا وحدي. كم مرة عادها للرب؟ مرتين. وكأنه يقتبسها في العهد الجديد ويقول اشتكى، كان يشتكي الشعب. وعشان كده الرب قال له اذهب راجعا، ما ينفعش انك تشتكي شعب، لان شعب الله هو شعب الله في أسوأ حالاته. نمرة 2 لا اشتكي الرب نفسه، ما ينفعش اني انسب ظلم او حماقة للرب حاشا، لكن اشتكي الظرف ماشي، اطلع الحيرة اللي جواي لاني مش فاهم ماشي. علي اني وانا بطرح اسئلتي او شكواي لازم ابرر الله وان الله صالح، انا اللي مش فاهم مش العيب عند الله. احيانا حاجات كتير تبقى موضع اسئلة وملهاش اجابة وفيها استغراب، اكيد الحكمة اعلى مني. يعني مثلا ناخد من العهد القديم، أكيد إبراهيم هو راجع بعد ما الرب قال له خد ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق واصعده محرقة على إحدى الجبال التي أريك أرض المرايا، أكيد هو راجع عنده أسئلة. طب يا رب لما هترجعني بيه، طب خليتني أخده ليه؟ طب والثلاث يوم دول كانوا ليه؟ طب وسبتني لما رمم لما ابني المذبح ليه؟ وحط الحطب ليه؟ وحط إسحاق ليه؟ وحط السكين لما أنت أساسا هترجعني بيه؟ دي أسئلة ولا سؤال من دول اتجاوب عليه لابراهيم لغاية لما روح، ولا سؤال. ليه؟ لأنه ما ينفعش، مش هيفهم، مش هيفهم ان ده كانت اعظم بروفة في التاريخ القديم عن صليب المسيح، عن الاب وتضحيته بالابن. هيفهم ازاي الكلام ده؟ ده كلام مش معلن، مش هيفهمه. ومش هيفهم انه الكلام ده حتى لو بالبساطة، يعني التفسير البسيط انه الرب بيحط قدامنا نموذج ان في واحد حب الرب اكتر من ولده، حتى دي برضو مش هيفهمها. لكن الرب سكت سكت سكت، واكيد لما وصل ابراهيم جاوب. يبقى اذن اذا جاوب الرب خير وبركة ودينا فهمنا، واذا لم يجاوب الرب علينا ان نبرره، وعلينا اننا ننسب الصلاح للرب وانه في وقته سيعلن لنا ويجاوب أسئلتنا. هنا النبي بيستفسر أو عنده حيرة. إيه الحيرة هنا؟ احتار وبيقول إلى متى؟ إيه مالك زعلان ليه؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص.
لما تريني إثما وتبصر جورا وقدام اغتصاب وظلم يحدث خصام وترتفع المخاصمة نفسها؟ طب ليه يا رب انت ساكت؟ الشعب بيشتكي بيخاصم بعضه بيسحق بعضه، والشعب ترك الشريعة وجمدت الشريعة، انت شايف كل ده وساكت ليه يا رب؟ ليه مش عايز تتحرك؟ ده كانت الحيرة والشكوى بتاعت النبي في يومه. راح الرب رد عليه قال له لا، انا مش قاعد ساكت، لكن انا ناوي على ايه يا رب؟ هو حبقوق عايز ايه؟ عايز يخلص الشعب من اللي هو فيه. قال له لا، انا عندي عمل. ايه بقى؟ انظروا بين الامم، ده رد الرب على حبقوق في الاسئله بتاعته. انظروا بين الامم وابصروا وتحيروا حيره لاني عامل عمله. انا ناوي اعمل، مش ناوي. في ايامكم لا تصدقون به ان اخبر به. ايه اللي ناوي تعمله يا رب؟ بيقول فها انا ذا مقيم الكلدانيين، يعني انا ناوي ابعت لكم اللي هيأدبكم، هيأدب يهوذا. مين؟ المملكه الكلدانيه. يقول عنها الامه المره القاحمه السالكه في رحاب الارض اللي محدش قادر عليها، لتمتلك مساكن ليست لها، هي هائله ومخوفه من قبل نفسها يخرج حكمها وجلالها. يعني أنا عايز يقول هي عاملة زي ربنا على الأرض، من قبل نفسها يخرج حكمها وجلالها، يعني في الممالك في سلطة تشريعية، وفي سلطة تنفذ التشريع، وفي سلطة تراقب على تنفيذ التشريع. المملكة دي كم سلطة فيهم؟ الثلاثة. يعني ده ربنا هو اللي يشرع وهو اللي ينفذ وهو اللي يراقب، فيش لرقيب ولا غيره، من قبل نفسها يخرج حكمها وجلالها. يقول عن صعوبتها ثلاث حاجات: خيلها أسرع من النمور، يعني هي في سرعتها أسرع من النمور، يقال إن النمر هو بيجري كأنه مش بيلامس الأرض، وأحد من ذئاب المساء، دي في الشراسة، يعني من سرعة وشراسة. ويقول فرسانها ينتشرون وفرسانها يأتون من بعيد ويطورون كالنسر المسرع إلى الأكل. النسر لما يجي ينقض عنده نظر حاد وينقض قلما ما تخرج الفريسة. يبقى إذن سرعة في الانقضاض، سرعة في السحق والافتراس، وأيضا سرعة هائلة ومخوفة في ظلمها. يقول عنها يأتون كلهم للظلم. طب ليه الظلم هنا؟ ما هو في أصحاح واحد عدد اتنين كلمة الظلم تتكرر في عدد اتنين وعلى التلاتة. أصرخوا إليك من الظلم، الشعب بيظلم نفسه، بيظلموا بعض. وأصحاح وعدد تلاتة لما تريني اسما وتبصر جورا وقدام اغتصاب وكمان وظلم. يعني هنا عايز يقول ايه؟ مش انتوا بتظلموا بعض؟ هبعت لكم الأمة اللي تعمل إيه برضو؟ تظلم. ليه؟ أنتوا ظلمتوا؟ طب هبعت لكم اللي ظلمكم. وهنا نتعلم مبدأ مهم جدا بعد موضوع طرح الأسئلة على الرب والاستفسار، والرب يحب يجاوب، إنه مفيش خطية ملهاش عقاب. مش هيحصل، مش هيحصل واحد يعمل خطية ويفلت من العقاب، من رابع المستحيلات. دي كذبة إبليس. ما يزرعه الإنسان، ده المبدأ بتاع غلطية، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. ظلمتم هتتظلموا، سحق هتتسحقوا، ما هو قال له كده، جورا هيبقى برضو هيجوروا عليكم. جمدة الشريعة، انتوا سايبين الشريعة، هبعت لكم واحد بقى شريعته شريعة الغاب، ما عندوش، هو الشريعة، هو الشريعة. يقول عن بطشها وقساوتها يأتون كلهم للظلم، منظر وجوههم إلى قدام. يعني منظر وجوههم إلى قدام، يعني ما فيش نهاية لهم، عاملة زي الهاوية التي لا تكتفي، الموت يمتد عمره ما حيوقف، مش عايز يقف، كل ما فتحات تحصل له الرب يسلم له أمم هو ماشي. ويجمعون سبيا كالرمل، يعني عامل زي الرمل السبي بتاعه،
وهي تسخر من الملوك والرؤساء ضحكة لها وتضحك على كل حس، تكوم التراب وتأخذه. إيه تكوم التراب وتأخذه؟ يمكن مش واضحة. لما يكون في حصن لبلد رايحين لها، يجيبوا التراب يكوموه على الحصن ويطلعوا ويقتحموه. ثم تتعدى روحها فتعبر وتأثم. هذه قوتها إلهها. إيه هنا يعني آية صعبة برضه. تتعدى روحها فتعبر وتأثم. يعني الرب قال له روح أظلم واسحق يهوذا، بس ما لوش روح وتتعدى على بيت الرب وتنهب اللي فيه. انك تتهكم، يجي ولدك وتتهكم باواني بيت الرب وتسخر من الرب نفسه، لا حاسب. طب ده هو اللي سلم لك كده. عشان كده يقول فها انا ذا مقيم الكلدانين. يعني مين اللي فتح الباب للكلدانين يروحوا؟ هو. لكن هو يفتح له الباب ويتعدى. طب انت هتتعدى، يبقى انت هتعمل ايه بقى؟ هتقسم. وما دام هتقسم يعني هيعمل اسم هنا، انت ظلمت، ما هو ظلم برضو، طب انا هظلمك. يعني اذا هيبعت له اللي يخلص عليه برضو. وفعلا في التاريخ مادي وفارس خلصت على مملكة بابل. لما وصل مكيال وجاب آنية الرب وسبح آلهته واحتقر الرب في آنيته المقدسة، راح في تلك الليلة ظهرت يد على مكلس الحاطب، منى منى ثقيل وفرسين، وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، واتخذت المملكة في ذات الليلة. يبقى إذن ناخد بالنا، يعني هم ظلموا بعت لهم اللي ظلموا، وهو تعدى راح الرب بعت له. إذن ده يخلينا أن الواحد يسلك أمام الرب بخشية وحيبة وخوف ومهابة. ليه؟ لأن اللي هنعمله هنلاقيه. عش كده ما نخافش، على فكرة ده كلام ما يخوفش. ليه؟ نعمل الخير فهنلاقي الخير، هنلاقي الخير. طيب دي حاجة. لكن كمان بيقول لذلك جمدت الشريعة، برضو دي حتة عايزة تفسير. يعني جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بتاتا؟ يعني ما بيطلعش الحكم زي الناس. وهو قال لذلك يخرج الحكم معوجا. وهو مدام بعده عن الشريعة عمره ما هيطلع حكم كويس، لأنه فتح كلامك ينير يعقل الجهال. هما ضربوا الشريعة عرض الحائط، كانت النتيجة بعتوا وأثموا إلى الشريعة وإلى الشهادة. إن لم يقولوا مثل هذا القول ليس لهم فكر. بعدوا أثموا، عملوا الشرور، ظلموا بعض، سحقوا بعض، لدرجة جات الأيام اللي فيها الشريعة تتقال ملهاش تأثير. ليه؟ جمدت الشريعة. يعني إيه جمدت الشريعة؟ يعني كأني ملهاش تأثير، يعني بالإنجليزي expire. كلمة ربنا اللي يقول لا ترجع فارغة وصلت إن ملهاش تأثير. مش لأن العيب في كلمة الرب، لكن العيب في قلوبهم اللي تقست وضميرهم اللي لم يستجيب ولم يتفاعل مع الكلمة. الضمير خلاص مات، فبيت الكلمة ملهاش أي تأثير. ودي خطورة، ترك الكتاب والبعد عن الرب والبعد عن الشركة معاه هيفتح الباب لكل اسم وكل شر. طيب هنا هو طرح الأسئلة بتاعته، الرب جاوبه قال له أنا عامل عمل، هجيب لكم الأمة الكلدانية. ده من عدد 5 لعدد 11، ودي هتأدبكم، هسلمكم للتأديب والقضاء نتيجة اللي عملوا. ووراله مدى بطشها ومدى قوتها. العدد الأخير اللي هو بيتكلم عن المملكة دي بابل اللي هي متمثلة في نبوخذ نصر، يقول ثم تتعدى روحها فتعبر وتأثم. هذه قوتها إلهها. يعني يعتمدوا في قوتهم على آلهتهم، الآلهة الأصنامية، أو بمعنى آخر القوة بتاعتهم هي الإله بتاعهم. حبقوق لما شاف كده هدي ولا دخل في حيرة أخرى؟ دخل في حيرة أخرى أكبر من الحيرة الأولانية. ليه؟ لأنه كان فاكر أنه دول يا رب خلص الدخل وخلصنا من بعض كشعب يعني.
اللي هي مملكة يهوذا. لا هبعت لكم اللي يأدبكم. طب يا رب ما دام هتبعت اللي يأدب يبقى هتبعت لنا حاجة أحسن منينا، ما هو اللي يأدب يبقى أحسن. فوجئ إن الرب هيبعت لهم أمة ظالمة قاحمة هي اللي هتأدبهم، ودي كانت حيرة. إزاي يا رب تبعت لنا الشرير يأدب فينا والظالم يأدب فينا؟ ده بقى سلطان الله، سلطان الله يفعل في جند السماء وعلى الأرض اللي هو عايزه، وليس يقول له لماذا تفعل هذا. بس هو بيكلمه بالحيرة التانية، بيجاوب بيتكلم بس بيحط حيثيات كويسة، بيقول إيه؟ ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي؟ يعني عايز يقول له أنت قدوس وعينك أطهر من أن ترى الشر والجور، طب أنت تبعت لنا أمة ظالمة؟ لا نموت يا رب للحكم جعلتها، ويا صخر للتأديب أسستها. من هي اللي جعلتها وأسستها؟ بيتكلم على مملكة بابل. يعني عايز يقول له أنت صاحب سلطان، ومش هو مش إحنا مش هنسلم، هو عايز يقول له كده لأي حد، ومش هيعمل فينا زي ما هو عايز بتاع بابل اللي هو نبوخذ نصر، لكن ده أنت اللي جعلتها ويا صخر للتأديب أسستها. عشان كده طب يا رب إذا كنت هتسلمنا أنت اللي بتسلمنا بس لا نموت. يعني عايز يقول له مش ممكن تضحي بالمواهب اللي وعدت بيها الآباء زمان، ومش ممكن ترجع في كل ما قصدت، حتى لو أدبنا بس حقق مواعيدك. بيقول له عيناك أطهر من أن تنظر الشر. وحلوة كلمة إلهي قدوسي، يمكن كلمة أول مرة قدوسي، القداسة نظافة، القداسة جمال، القداسة كل واحدة دي عايزة شرح، مشابهة، القداسة تخصيص. أقدس أتقدس أبا منك ربنا، أتقدس أبا نظيف، أتقدس أبا بشابه أبويا. يقولوا ابن فلان اللي طالع بره ده 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 ابن فلان، طب عرفتوه منين؟ ما هو زي أبوه. احنا المفروض نشابه نظير القدوس الذي ده بطرس، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين في كم سيرة؟ في كل سيرة. بيقول له فلما تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر من معاه؟ يعني عايز يقول له زي ما قال له زمان إبراهيم، أديان كل الأرض لا يصنع عدلا؟ معقول يا رب أنت هتصمت لما تشوف الشرير يبلع ما أبر من هو أبر منه؟ مش معقول، أنت مش هتعمل كده. يعني أنت مش هتموتنا، أنت مش هتسيبنا، أنت هتنفذ المواعيد حتى لو أدبتنا، لأن إحنا نستحق التأديب. وحلو حلو رجال الله المقدسين في أسوأ حالات الشعب لم يتخلوا عن الشعب، لكن وقفوا أمام الله يجلبوا البركة للشعب، ويجلبوا الرحمة للشعب، ويجلبوا النعمة للشعب اللي لا يستحق. لكن إن أنا لما أشوف شعب الرب أو الاجتماع بتاعي أو الحال الوسط اللي أنا فيه ضعف، أروح أسيبهم وأمشي وأقول أصل الحال لا أنا مش أحسن منهم، بالعكس التقوى والأمانة تخليني أقف قدام الرب وأرفعهم في الصلاة لأجلب لهم معونة وبركة. من عدد 14 يتغير الكلام ويقول، ودي عايزة توضيح، يقول وتجعل الناس كسمك البحر. لو إحنا بنقرأ على طول يبقى هو كان بيتكلم عن الرب كأنه بيقول الرب برضو بيعمل كده، لا الرب عمره ما يعمل اللي جاي. تجعل الناس كسمك البحر، كدبابات لا سلطان لها، تطلع الكل بشصها وتصطادهم بشبكتها وتجمعهم في مصيدتها. يبقى هنا من عدد 12 لعدد 13 ده بيتكلم مع الرب، بيحاجه بيقول له انت قدوس وانت اذلي يا رب، كمان مش هتسيب المواعيد. لكن عايز يقول له
هي اللي هي مين بيتكلم عليها هنا بقى؟ تجعله، يقصد مين تجعله؟ كلدانين، مملكة الكلدانية. تعمل ايه الكلدانية؟ يقول تجعل الناس كسمك البحر، يعني عاملة ايه بقى؟ السمك الحي تموته. كدبابات لا سلطان لها، يعني ايه؟ تطلع الكل بشصها، تطلعها بالشبكة بتاعتها سواء الصنارة او تصطادهم بشبكتها وتجمعهم في مصيدتها. مصيدة يعني دايما اللي بيصيد بيخدع الفريسة، فيحط لها في الصنارة او في الشبكة او حاجة كده عشان يصيدها بها. فهو عايز يقول هم بيعملوا كده خادعين، فلذلك تفرح وتبتهج. طبعا كلام مش الرب، لان الرب عمره ما يعمل كده. لذلك تسبح لشبكتها، او الكلام يوضح هنا، تسبح يعني شبكتها، هنعرف ايه شبكتها دي. وتبخر لمصيدتها، ما دام قال تسبح وتبخر يبقى دي عباده، يبقى هنا يقصد بشبكتها ومصيدتها اللي هم مين؟ الالهه بتاعتهم. يبقى المملكه الكلدانيه عندها شبكه وشص تبخر لها وتسبح لها عشان تصطاد بيها اللي هم مين؟ فاكرين الآلهة الوثنية بتاعتهم، الحجر والوثن اللي من خشب هو ده اللي بيجيب لهم النصرة على الأمم، لأنه بهما اللي هي بالشبكة والمصيدة سمن نصيبها وطعامها مسمن. أفلأجل هذا تفرغ شبكتها ولا تعفو عن قتل الأمم دائما؟ يعني عايز أقول له الكلام ده هيفضل يستمر على طول يا رب، المملكة دي هتفضل كده على طول، تفضل هي اللي عمالة عندها المصيدة والشبكة وتصطاد الناس وتموت الناس، والمصيدة والشبكة بتاعتها دي اللي بتسبح لها وتبخر لها وفاكرة ان هي اللي بتمهد لها الطريق. السؤال، هو آلهة الوثن هي اللي بتمهد الطريق للمملكة الكلدانية ولا الرب اللي فتح لهم الباب؟ الرب اللي فتح لهم الباب. فعايز يقول له طب ده هم بيعملوا كده، لكن ده انت اللي متحكم في الأمور. بيتكلم عن سلطان الله المتحكم حين يسلمهم للقضاء والتأديب نتيجة انهم سابوا الشريعة وبعدوا عنها. صح. اتنين، هيبدأ بقى هو يقف على المرصد عشان يشوف جواب الرب على الكلام اللي هو قاله. وهنشوف ان في نفس السفر ان الرب ان كان بيقضي على مملكة يهوذا، لكن هيقضي ايضا على مملكة بابل، لانه عايز يقول له لا، انا مش هسيب الدنيا كده، انا مش قاعد كده وسايبها، لا لا لا، انا صاحب سلطان وانا مجهز كل حاجة وبعمل حساب كل حاجة. يدينا الرب نعمة. لما يكون عندنا أسئلة نروح للرب وما نخبهاش. يدينا الرب نعمة لا ننسب جهالة للعلي، نبرره في حكمته وفي كل ما يفعل، نطرح أسئلتنا وننتظر، وأكيد الرب عنده جواب. لا نترك الشريعة والشهادة، لأن دي أكبر خطر لكل من يبعد عن الكتاب. يدينا الرب كمان نعمة أن الخطية لها عقاب والزرع لي حصاد، ناخد بالنا من الحاجات دي كويسة. طبعا الرب رحيم، وكان ممكن يعفو لو المملكة دي يهوذا فائت واستنبهت لتحذيرات الرب اللي بعتها عن طريق كثيرين، لكن كبرياء الإنسان وتصميمه على البعد بيجلب عليه في الآخر قضاء الرب. وقضاء الرب ده فعله وعمله الغريب اللي ما يحبش يعمله، بس الرب بيبقى إنجاز التعبير مجبر يعمل كده نتيجة قساوة قلب الإنسان. يدينا الرب نعمة، ولإلهنا كل المجد. آمين.